من أسئلة الكتاب Problem 85 بعنوان Plant Food. A farmer can buy 4 types of plant food. Each barrel of mix A contains 30 pounds of phosphoric acid, 50 pounds of nitrogen and 30 pounds of potash. Each barrel of mix B contains 30 pounds phosphoric acid, 75 nitrogen, 20 pounds potash. Each barrel of mix C contains 30 pounds phosphoric acid, 25 nitrogen, 20 pounds potash. Each barrel of mix D contains 60 pounds phosphoric acid, 25 nitrogen, 50 potash. Soil tests indicate that a particular field needs 900 pounds of phosphoric acid, 75 pounds of nitrogen, 700 pounds of potash. How many barrel of each type of food should the farmer mix together to supply the necessary nutrient for the field؟ العناصر الغذائية عندنا 4 types: mix A, mix B, mix C, mix D. والتارجت اللي احنا عايزينه نكتبه كمان من 3 nutrients اللي هم الفوسفوريك أسيد نيتروجين بوتاش. mix A بيديني 30 50 30. mix B 30 75 20. والmix C بيدينا 30 25 20. والميكس دي اخر تايب بدينا 60 25 50. من الفوسفوريك اسيد محتاجين 900 باونز، 750 اوف نيتروجين، 700 اوف بوتاش. نفرض مثلا A B C دي، دول الفاريابلز اللي عندنا، او اكس واي زد دبليو، او اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 وهكذا، اي 4 فاريابلز. ونكتب ال 3 افيلابل ايكويشنز اللي هو 30 من A مع 30 من B مع 30 من C مع 60 من D. ده لازم يساوي 900. نبسط نقسم على 30، يبقى A بلس B بلس C بقسم على 30 بلس 2D equals 30، ويبقى دي equation number 1. السكند equation 50 من A 75 من B 25 من C مع 25 من D should equal 750. نقدر نقسم على 25، نبسط المعادلة، يبقى 2A plus 3B plus C plus D equals 30، يبقى دي second equation. الثيرد equation نقسم مباشرة على 10، يبقى 3A plus 2B plus 2C plus 5D equals 70. نكتب الأوجمنتد ماتريكس ونحل بإيجاد الريديوسد فورم. الثيرد إيكويشن 3 2 2 5 7 0. السكند إيكويشن 2 مع 3 مع 1 مع 1. الفيرست إيكويشن 1 1 1 2 30.
والفاريابلز A B C D. أول عنصر أول element في أول روب 1 مظبوط، محتاجين باقي العناصر في الفيرست كولوم بزيروز، يبقى محتاجين هنا نيجاتيف 2. نضرب الفيرست روف نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 يبقى نيجاتيف 4 نيجاتيف 6 0. محتاجين نيجاتيف 3 مع 3 يبقى نيجاتيف 3 نيجاتيف 3 نيجاتيف 3 نيجاتيف 6 نيجاتيف 9 0. ونكتب عملنا ايه، ونكتب النيو ماتريكس. الفيرست رو ما غيرناش فيه شيء، السكند رو يبقى 0 1 نيجاتيف 1 نيجاتيف 3 نيجاتيف 30. الثيرد رو يبقى 0 نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 ونيجاتيف 20. عملنا ايه، نيجاتيف 2 من R1 مع R2 to replace R2، وخدنا نيجاتيف 3 من R1 مع R3 to replace R3. محتاجين 1 second element second row هو 1 already، فوقيه وتحتيه should be zeros، يبقى نضرب في نيجاتيف 1 يبقى هنا 0 نيجاتيف 1، ضربت في نيجاتيف 1 الرو سكند رو جاست من غير الإشارة، يبقى هنا 1 وهنا 3 وهنا 30. الثيرد رو محتاجين 1 فنفس السكند رو، ونكتب عملنا ايه، ونكتب الريزلتنج ماتريكس. الفيرست رو هيصير 1 0 2 5 60. السكند رو ما غيرناش فيه حاجة. الثيرد رو هيبقى 0 0 نيجاتيف 2 نيجاتيف 4 نيجاتيف 50. الثيرد رو ثيرد إليمنت عايزينه بون، لو نكتب عملنا ايه هنا، قلنا نيجاتيف، خدنا نيجاتيف R2 مع R1 to replace R1، وهنا خدنا R2 مع R3 to replace R3. محتاجين دلوقتي النيجاتيف 2 تبقى 1، فهقسم الثيرد رو على نيجاتيف 2، يبقى هنا 1 وهنا 2 وهنا 25. عملت ايه، قلت 1 over negative 2 من R3 to replace R3. ممكن بالمرة نظبط ال R1 يعني ال negative 1 وال 2. ال negative 1 ناخد لها R3 جديد مع R2 to replace R2، يعني هيجي لها 0 0 1 2 25 نفس الثيرد رو. نكتب الناتج، يبقى 0 1 0 نيجاتيف 1 نيجاتيف 5. محتاجين نيجاتيف 2 فوق، يبقى ناخد نيجاتيف 2 من R3 مع R1 to replace R1، يبقى نفس اللي كان موجود 0 0 نيجاتيف 2 نيجاتيف 4 نيجاتيف 50، هيبقى 1 0 0 1 10 كده. reduced form ان هنا 1 first row 1 second row 1 third row، لكن لازم نفرض variable اللي هو d، assume d equals t where t greater than or equals to 0 should be positive، ما ينفعش يكون negative. اذا من الثيرد رو نقول ان
ABC يبقى C plus 2D equals 25، يعني C equals negative 2T plus 25. وطبعا لازم ده يكون greater than or equals to 0. إذن 2T يعني نكتب كل الكلام ده سطر جديد، نقول ان 25 minus 2t greater than or equals to 0 يعني 25 greater than or equals to 2t، اذا t less than or equals to 25 تقسيم 2 يبقى 12.5. ينفع 12 لان 25 minus 24 ب 1، لكن ما ينفعش 13 وبالتالي 12. يبقى عندنا constraint وانذر constraint وعندنا الدي وعندنا السي. نكمل من السكند رو، عندنا البي ماينس دي ايكوالز نيجاتيف 5، اذا البي ايكوالز دي ماينس 5 وده should be greater than or equal to 0، اذا الدي طبعا الدي اللي هي تي، اذا التي should be greater than or equal to 5. يبقى احنا عندنا constraint ان اكبر من 0 وكمان constraint ان هو اكبر من الفايف، يبقى التالي لازم يكون أكبر من فايف وأقل من 12 لغاية دلوقتي. نشوف الـ A، الـ A بلس D equals 10، إذن الـ A equals 10 minus D يعني minus T، ده greater than or equals to 0، إذن الـ T less than or equals to 10، يبقى ده constraint رابع. يبقى احنا عندنا التي اكبر من 0 واكبر من 5، التي اكبر من او يساوي 0، التي اكبر من او يساوي 5، اذا التي اكبر greater than or equals to 5، والتي less than or equals to 10، والتي less than or equals to 12، اذا التي less than or equals to 10. يبقى احنا محكومين اني ولازم يكون أكبر من 0 أكبر من 5، فالأكبر من 5 تحقق الاثنين، وأقل من 10 وأقل من 12 أقل من 10 تحقق التو كونسترينز. إذن السولوشن ست، سولوشنز ست هتساوي الـ A 10 minus T، الـ B T minus 5، السي 25 minus 2t، والدي تي وير التي greater than or equals to 5 وless than or equals to 10. ويبقى ده solution set، وعندنا mini solutions مش infinite mini solutions، لا فقط mini solutions، ان عندنا 6 solutions 5 6 7 8 9 10 والكل قيمة، نقدر نحسب الفور numbers of barrels للفور تايبز المطلوبة.